بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطفالي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، لقد عدنا من جديد. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا في صحة جيدة وبأحسن حال. درسنا اليوم عن الأعداد، فهل أنتم مستعدون؟ هيا احضروا الدفتر والقلم، انا بالانتظار. والان يا اطفالي، هيا معا نسترجع ما درسناه سابقا من الاعداد. الاعداد من 1 إلى 40: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا. هيا نحاول مرة أخرى. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40. أحسنتم، بعدما راجعنا الأعداد هيا معا نتعرف على درسنا الجديد، الأعداد من 40 إلى 45. 41، هيا معا نجمع السمكات. 41، 41، 41، 42، 41، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 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 62، 62، 63، 63، 64، 64، 65، 65، 66، 66، 67، 67، 68، 68، 69، 69، 70، 70، 71، 71، 72، 72، 73، 73، 74، 74، 75، 75، 76، 76، 77، 77، 78، 78، 79، 79، 80، 80، 81، 81، 82، 82، 83، 83، 84، 84، 85، 85، 86، 86، 87، 87، 88، 88، 89، 89، 90، 90، 91، 91، 92، 92، 93، 93، 94، 94، 95، 95، 96، 96، 97، 97، 98، 98، 99، 99، 100، 100، 101، 101، 102، 102، 103، 103، 104، 104، 105، 105، 106، 106، 107، 107،
42. هيا معا نجمع السمكات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. 43 1 2 3 4 5 6
سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43. بارك الله فيكم، أنتم تحاولون جيدا، أنتم حقا رائعون. 44، هيا معا نجمع السمكات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 42، 43، 44. ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا، أنتم حقا رائعون. 45، هيا معا نجمع السمكات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 42، 43، 44، 45. الواجب: اكتب الأعداد بالتسلسل من 40 إلى 45. هيا معا يا أطفال نحاول الإجابة عن أوراق العمل التالية. السؤال الأول: رتب الأعداد التالية: 43، 41، 44، 42. الترتيب الصحيح: 41، 42، 43، 44. ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. السؤال الثاني: اكتب الرمز المطلوب. 40، 45، 43. هيا معا نحاول. 40، أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا. 45، بارك الله فيكم، محاولة رائعة. 43، ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا.
السؤال الثالث اكمل الرقم الناقص. 40 41. ما هو الرقم الناقص؟ 42. أحسنتم. 43. 44. ما هو الرقم الناقص؟ 45. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا. أحسنتم، بارك الله فيكم وشكرا، إلى اللقاء.